هيدا الشهر شو في؟ ما في شيء. افتح الباب. سمعت صوت الصبي؟ مو شيء؟ مريض؟ والعم فيك تقولي لي يعني؟ كنا جبنا له حكيم. مرتاح؟ ما قلتي لي ليه كان عم يبكي الصبي؟ حلم انه بيو كان عم بيعيط عليه لانه ما سمع الكلمة مني. ما الله يسامحك انت يعني. قولي لي شو بدك؟ ليه بتخجلي مني هيك؟ ممنون تبشر. كيف الاستاذ شفيق؟ مثل العادة بالأوضة. عم يزعجك بشي؟ بدي فوت نام. أكيد بعد. عم بقول لك بدي فوت نام. بلش الخجل يروح. تشكني. خلص ما بتعلي صوتي هلا بجوعه. خلص قربي لهون ما بقى فيه. ما في يتحمل.